أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، ألتقي بكم في هذا الجزء الثاني من حديثنا حول برنامج الآيتونز، وسأحاول في هذا الجزء وحتى لا أطيل عليكم كثيرا أن أقتصر على الحديث عن ربط الايفون بالبرنامج والقيام ببعض الاعدادات بعد هذا الربط، ثم الحديث عن حفظ نسخة او ما يسمى بلا سوفغارد، كومون كري ان سوفغارد دو الايفون ولا الايباد على حسب الجهاز، ثم نختم ان شاء الله بالحديث على لا ريستوراسيون ديال هاد لا سوفغارد، كيفاش ريستوريو الايفون ديالنا، فوقاش متى نقوم بهاد لا ريستوراسيون، بهاد يعني اعاده الايفون الى الوضع الموافق لهاد لا ريستوراسيون والانواع ديال لا ريستوراسيون. اذا دون اطاله، على بركه الله، اقوم الان بربط الايفون مباشرة مع الحاسوب. وهنا الإشارة، قبل ما نقوم بهذه العملية كيخصني نتأكد باللي داك البور USB فونكسيونيل، يعني البور USB فين غادي نبرونشي الكابل USB ديال الايفون خصو يكون فونكسيونيل، وإلا نقوم بالتيست عبر هذيك الدياغنوستيك اللي سبقنا الحديث عليها في الحصة الماضية. وايضا واحد المساله مهمه ومهمه بزاف، هو ان الكابل خصو يكون دوريجين، فاذا كان الكابل ماشي دوريجين هنا كتجي الاهميه ديال الكابل اوريجينال، بمعنى ان الكابل الا ما كانش اوريجينال يمكن يقوم بالتحميل، ولكن ما في غالب الحالات، ان لم اقل في كل الحالات، انا بالنسبه لي في كل الحالات التي مرت بي الا ما كانش الكابل اوريجين ما غاديش يتعرف الويندوز على الجهاز. إذن على بركة الله نقوم بربط الجهاز ديالنا بالحاسوب. احنا سمعنا الصوت المعتاد ديال ويندوز، ننتظروا قليلا. وماشي ماشي ماشي من المفروض ولا من الواجب يكون ايتونز محلول، لا تقدر يكون مسدود وتربط الجهاز بالحاسوب. وإذا كان بار ديفو، ها هو الآن أول ما نسمع الصوت ديال لا شارج ديال الآيفون، نسمعه في الآيفون، ثم نسمع أربوريسونس، بمعنى غادي نمشيو لواحد المكان الفوق فين نضاف واحد العنصر، كانوا عنصرين ولا ثلاثة. إذن الصوت في الآيفون، الصوت يعني قارئ الشاشة ديالك يخبرك بأربوريسونس، يعني راه نضاف واحد العنصر الأربوريسونس، وإن كان ديك الأربوريسونس ما بقاتش بالشكل القديم ديالها في النسخ السابقة واللي كان إيتيل بالنسبة لنا حنايا لي مال إلي نون فويو، ولكن مع ذلك انت كيفو مع هذه الوضعيه. ولكن كاين واحد المساله اخرى، عاود ها هي هذه حتى هي حدث يظهر اثناء البرونشمون ديال الايفون في البيسي. واحبابي الكرام، نبغي نحيطكم بكل ما يوقع ونعطيكم كاع الاختيارات. هذه النافذه نبداو بها باش نزيحها من طريقنا ونتفرغ الى ايتونز. هذه النافذه فين كتجي الاهميه ديالها؟ هذه نافذه الويندوز، كل ما تبرونشي شي بيريفيريك غادي تجي هنا. بالنسبه لاهميتها في الايفون، الاخوان اللي عارفين باللي باغيين من الايفون ينقلوا دائما غير من الايفون، وغادي ينقلوا ديما غير لي فوتو ولي فيديو، وان كنت انا ما نبغيش هاد التقييد الحريه، ولكن الا كاين هاد العينه لهم ذلك، يمكن كاع ما يتعاملوش مع ايتونز إلا وجدوا فيه نوع من الصعوبة، وإن كنت أحثهم على التعامل معه. إذن هاد العينة من الإخوة اللي بغاو يكتفيوا غير بنقل الصور والفيديوهات، هاد النافذة ديال الويندوز تكفيهم ذلك،
فيهم ذلك، ها هي ظهرت امام الاخوه المبصرين. وبالنسبه للمكوفين حنا تعودنا عليها كنسمعوها، اذا غادي نتحرك اوبسيون ديكزيكسيون اوتوماتيك، بمعنى هذه راه ديال ليكزيكسيون اوتوماتيك دان بيريفيريك، وهذه بين قوسين حتى هي على حسب الباراميتراج ديال الويندوز. فبعض الاخوه راه يقدر يبرونشي اي بيريفيريك وما تظهرلوش، هنا ما عليه الا يمشي للبيريفيريك ويمشي للبور اي اس بي المعني بالامر وياكتيفي، هذا موضوع اخر، ياكتيفي ليكزيكسيون اوتوماتيك. اذا كيعطينا عده اوبسيون، الاوبسيون الاولى هي امبورتي دي زيماج اي دي فيديو افيك ويندوز، هذه هي اللي غادي دير انت الا بغيت تامبورتي هاد، ما الوظائف الاخرى كلها ما تعنيناش، تقرا لي ملتي ميديا وكذا، ما غاديش انا نبرونشي الايفون في البي سي غير باش نقرا الملتي ميديا، غادي نبغي ننقل نكليكي اسباس من عفوا من نسمع هاد اسباس، اذا نكليكي اونتري، ها هي ها هو يقوم بلامبورتاسيون. ماركي سيزيماج فاكيلتاتيف، بمعنى الا بغيت تماركيها غادي تهبط تسمع هاد ماركي سيزيماج فاكيلتاتيف وهبط بالسهم باش تكتب لك ايفون، باش يتكري واحد دوسي في ايماج سميتو ايفون مصحوب بلادات. اذا انا درت هبطت بالسهم حتى لقيت ايفون، ندير امبورتي. هنا كاين واحد لا كازا كوشي افاسي ابري لامبورطاسيون، وخصني نزرب بها، الا كوشيتها غادي ينقلهم ويمحيهم من الايفون، ولا ما بغيتهمش يتمحاو ما نكوشيهاش ونخلي الوضع كما هو. ولكن الا كانوا الصور قلال خصني نزرب بها، لان من تختفي هاد النافذه ديال لامبورطاسيون صافي ما بقى ما نقوم بهاد العمليه، ما بقاش الوقت. اذا ويديهم للدوسي ميزيماج ويسميهم، غادي نمشي للميزيماج ديالي دابا هنا قوسين، ولكن ها هو صافي عطا لادات زائد سمية 2014 لادات زائد ايفون. اذا هذه جات في معرض الحديث، نرجعوا للايتونز ديالنا، احنا غادي نرجعوا للايتونز دابا. هادي كلاربوريسونس احنا مولفين كنديرو ماجطاب واحد جوج مرات ولا ثلاثة، ونسمعو اربوريسونس ونستعملو السهم الاعلى والاسفل. الان غادي نرجعو بماجطاب باش نشوفو ماذا سيقع، وان كان غادي نستغناو عنها بواحد الطريقة. ايوا هادي كنرجعو بالماجطاب حتى نسمعو ايفون، وهو ما كانش قبل ما نبرونشيو الايفون شنو كانت ميزيك، عفوا لا بلاتي، كانت بلس وكانت ميزيك. دابا بما انني راني في ميزيك، يعني الكيرسور راه ديال ايتونز راه في ميزيك، كيقول لي ميزيك كوشي، لان الان واخا برونشيت الايفون كنت في ميزيك قبل ما نبرونشي الايفون، ولو كان كنت في بليس عاود يقول لي بليس كوشي. ركزوا معايا اخواتي الكرام، هو غالبا الى فتحت ايتونز في نفس لا سيسيون ديال الويندوز، يعني ما 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 ما, ما روديماريتش، يحتفظ بنفس، يعني يحتفظ باخر وضعيه كان مفتوح فيها، فما تهمش هذه المساله كثير. اذا غادي المساله اللي يقول لي عليها كوشي يعني هي اللي راه اكتيف. واخا انا غادي نرجع نولي الايفون، كانوا قلنا غير ميوزيك وبليس ولا ايفون نقدر ندخل له من هاد البلاصه اللي هي في لاربوريسونس، وكان واحد الاخ سولني قال لي راه اختفت لاربوريسونس، شنو الحل؟ غادي نقول له الشكل تغير، ولكن ها هي ولات عباره على واحد تروازيكون لينيير، واحد حدا واحد، وحنا ما يناسبناش بزاف هذه، ولكن ما يهمش، نقلب حتى نلقى هذا ايفون بهالطريقه اللي راه غادي تجدونها مسجله في هذا التسجيل ان شاء الله بحول الله. من نلقى ايفون نكليكي اسباس، غادي يتحقق نفس الشيء اللي كان يتحقق من كانت عندي ديك لاربوريسونس اسباس. ها هو دابا كل ما يتعلق بالايفون،
المعلومات كاملة ديال الايفون ها هي. وهذا هو الجزء الاول من الحصة ديالنا اليوم اللي هو لانسيرسيون ديال لاباري. احنا دابا كنهضروا على لانسيرسيون والتفاصيل ديالها. اذا هنا انا في حاجة لديك لاربوريسونس. دابا المعلومات كاينة ها هي ايفون ها هي كاينة. نزيد بالطابيلاسيون كيقول لي ايفون ديال المهدي كلشي. ومين يقول لك تيست هذه تيكست عفوا هذه قابله للتغيير تقدر تسميه كما شئت. ها هو هنا اربوريسونس. ولكن ما المقصود بهذا الاربوريسونس الان؟ الاربوريسونس المقصود بها هنا الان هي الاربوريسونس ديال محتويات الايفون، بمعنى تعامل الاربوريسونس التي ترسم لنا تعامل الايتونز مع الايفون، وتقسم الايفون الى مجموعه من العناصر كما سنرى، وكل عنصر تعطيني عليه المطلوب. الور من سمع اربوريسونس انت ميزيك تكست فيلم تكست سيري تي في اهو هادو هاد ميزيك فيلم الى اخره هادو اللي كاينين في الايفون. غير ركزوا معايا اعيد واكرر ركزوا معايا لان غادي نلقاو نفس هاد العناصر جوج مرات. غادي نلقاوها فما يسمى بلا بيبليوتيك، وما غاديش نسبق الاحداث هنا حتى نوصلوا للمحور الموالي الحصه المقبله ان شاء الله اللي هو لا سينكرونيزاسيون. ولقاوه في لا بيبليوتيك ولقاوه في الايفون، بمعنى هاد العناصر تلقى ميزيك وتلقى الصون وتلقى الى اخره تلقاها جوج مرات. تلقاها الفوق الاعلى وتلقاها في الاسفل. واحد الفوق هو ديال الايتونز ديال لا بيبليوتيك، والاسفل هو ديال الايفون. ونكتفي بهذا القدر حتى لا سانكرونيزاسيون ان شاء الله، وغادي نوضح الفرق ما بين التحت والفوق وكيفاش نقوموا بلا سانكرونيزاسيون. احنا الان خصنا ما نخرجوش على المحور ديالنا ديال اليوم. اذا هو قال لي ايفون 5S. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني على كيفاش نعرف لاباراي ديالي الا ما كنت شريتها جديده، والا الا كنت شريتها جديده كيخصني نعرف قبل ما ناخذها، راه في لا فاكتور غادي نعرف كل شيء التفاصيل. الور قال لي هنا ايفون 5S، ويقدر يقول لي ايفون 4 ولا 4S ولا ايباد ولا ايبود ولا اللي لقاه غادي يقولوا. لا كاباسيتي ها هو يعطيني المعلومات شحال يقدي. اذا غادي نخلي هنا اذا لا كاباسيتي نخلي القارئ ديال الشاشه يوضح لكم، والاخوان المبصرين راهم يشوفوا. هذا الاصدار ديال اليوس، النيميرو ديال التليفون والنيميرو دو سيري. فوالا النيميرو دو سيري ديال الايفون، وكيخبرني باللي لوجيسيال ديال الايفون ديالك راه اجور. الور كيقول لي ايتونز راه لو 8 ديسمبر غادي لونسي واحد البحث على لا ميزاجور، الا كانت شي وحده جديده راه غادي يقول لك كاينه. ولا بغيت دير الان ريشيرشي لي ميزاجور ديرها هنا. وهنا كتجي الطريقة الثانية بعد ما شرحت لكم في فيديو مستقل الطريقة الأولى لإجراء لا ميزاجور عبر الآيفون. هذه إلا بغينا نديروا لا ميزاجور اليوس اللي في الآيفون ولا الآيباد ديالنا انطلاقا من الآيتونز، هنا غوشيغشي لي ميزاجور، وإلا لقاها غادي يقول لك ها هي كاينة، وغادي تكليكي ميتخ أجور ويعطيك ديك أكسبتي تأكسبتي لي كونديسيون ديتيليزاسيون إلى آخره. هذه نخليوها، غادي نختموا بها هذه. ريستوري الايفون سوفغاردي اوتوماتيكمون، سوفغاردي مانيالمون، و اي كلاود ايكلو كيقول لها جوز ولا انفيديا. الور كاين يعني اما تسوفغاردي ولا تريستوري انطلاقا من هذا الاورديناتور.
والاختيار الثاني هو تسوف غاردي في اي كلاود، وطبعا غادي تريستوري انطلاقا من اي كلاود. هنا سوف غاردي ماتنو، ولكن مازال ما نكليكيوش عليها. عطانا ثلاثة ديال الاختيار ديال الاختيارات ديال لا سوف غارد. كاين لا سوف غارد في اي كلاود، يعني غادي دير واحد لا سوف غارد في اي كلاود. وهنا واحد التوضيح، اي كلاود كيعطي 5 جيجا كوم اسباس غراتويت، وإلا بغيت كتر كيخصك تشري. إذن هنا إلا عندك أنت هاد لا سوف غارد غادي تدي كتر من 5 جيجا، غادي يخبرك يبقى يقوم بلا سوف غارد من تعدى. إلا ما عندكش أنت كتر من 5 جيجا غادي يقولك ما يمكنش باش نسوف غارد كل شيء. هادي للعلم، والإخوة اللي عندهم كتر من 5 جيجا راه غادي تتم لا سوف غارد بشكل عادي. والميزة ديال هادي هو أنها كتكون مستقلة تماما على أي جهاز، مستقلة على البي سي وعلى اي جهاز كيفما كان نوعه، بل تكون مرتبطه بخدمه سحابيه كما يقال اي كلاود. الاختيار الثاني هو تسوفغاردي بالبي سي. وهنا اش غادي يدير؟ غادي يسوفغاردي، بمعنى غادي يقوم بانشاء واحد النسخه لما في الايفون لجميع لكل محتوى الايفون فين؟ في البي سي، وتحديدا في ملف ايتونز. في ملف ايتونز، ولا حاجة للدخول في التفاصيل فين بالضبط في ملف ايتونز، واش يمكن لي ناخد ديك لا سوفغارد بطرق اخرى مانيال، ما يهمناش. احنا نقولوا غادي سوفغاردي في ايتونز اختصارا. الور بالنسبة للقرار باش نتخذو بلا كاز اكوشي الموالية، انا بالنسبة لي اختاريت باش لا سوفغارد تكون بالاورديناتور، سيت اورديناتور بوطون راديو كوشي، يعني خصني نطلع ولا نهبط بالسهم. هنا تجي لاكسيسيبيليتي. اذا هنا الى تعذر علينا الامر باش نربح شويه الوقت، الاخوان المكفوفين يستعملوا الكيرسور الجوز. ها هو كيقول لي هنا مازال غادي نرجع عند لا سوف غارد. اذا قلت كاين اي كلاود وكاين عبر البي سي، هادو هما اهم طرق ولا هادو هما الطريقتين ديال لا سوف غارد. غير بالنسبه للاورديناتور كاين اما تسوف غاردي مانيالمو، ها بمعنى الى سوف غارديت مانيالمو غادي تعزل شنو تسوف غاردي وشنو ما تسوف غارديش. غادي تدخل لواحد الباراميتراج، انا مثلا باغي نسوف غاردي غير لي زابليكاسيون، شي لاخر الى ضاع ما كاين مشكل، ولا باغي نسوف غاردي غير لي فوتو، عفوا غير لي كونتاكت ولي زابليكاسيون. نوليو لها عاود، وكاين سوف غاردي اوتوماتيكمون. هنا انت كتطلب منه يسوف غاردي اوتوماتيكمون، هو غادي يسوف غاردي كل ما في الايفون، وكل ما يلقى شي حاجه شي صعوبه ولا شي مشكله في لا سوف غارد ديال شي عنصر من العناصر راه كونك مهني غادي يخبرك. مثلا يلقى شي تعارض، بالخصوص اذا كان عندك شي، ما عندنا علاش ندخلوا في هاد التفاصيل، اذا كان شي تعارض ولا شي ميساج ديرور ولا غادي ينبهك ليه باش تتاخذ اللازم. هادي سوف غاردي مانيالمو غالبا ديرها باي كلاود، ديرها باي كلاود لان في البي سي ما مطروحاش المشكله ديال المساحه، لان غالبا الاخوه في البي سي عندهم مساحه فارغه. وهنا نستغل الفرصه باش ننبه الاخوه الكرام باش ديروا لا سوف غارد، طبعا خص تكون عندنا واحد المساحه ليبر في البي سي ديالنا، ما يكونش عندنا باقي لنا غير جيجا ولا جوج نوض نديروا لا سوف غارد، لا خص يكون عندنا مساحه في الديسك اللي ما انستالي فيه ايتونز. لي دوني لي بليز امبورطونت، الور في اي كلاود. على كل حال باش نخرجوا من هذه الدائره ديال التفريعات، هي كاين جوج ديال لي سوفغارد كبار، وكل واحد وبالخصوص اي كلاود اللي فيه التفاصيل واش تسوفغاردي لي دوني المهمين ديالك لي بليز امبورطونت، ولا
سوفغاردي كل شيء ولا هذه متعلقه بالايتونز فبالاي كلاود عفوا؟ علاش مراعاه المساحه ديالو؟ هذا هو الدافع اللي خلى ابل تعطيها التفاصيل والرغبات الشخصيه ايضا، لان كاين اللي يعتبر بعض الامور خصوصيه ما يسوفغارديهاش في اي كلاود. هذه هي، الا بغيت نسوفغاردي غادي ندير سوفغاردي مانتنو بوطون. الان غادي نكليكي انا عندي سوفغارد وخديمة مثلا عندها شهر ولا شهرين، غادي نشوفوا ماذا سيقع. وكنت سبق لي حددت لكم عليها في الحصة الماضية ووصفناها، أعطينا العنوان ديالها وفوقاش تمت. نشوفوا الآن، أعتقد أعطينا بعد الاسم ديال الآيفون وحداه كتجي لا ديرنير سوفغارد. نشوفوا الآن غادي نديرو إسباس. كيقول لي واش بغيت سوفغاردي حتى لي زابليكاسيون. انا الان ربح لي الوقت، ما غاديش غادي نقول لا، لان الا طلبت انا عندي بزاف لي زابليكاسيون، الا طلبت لا سوفغارد ديال كل لي زابليكاسيون غادي يطول عليكم شويه، ولكن راه لا تهم هذه المساله. الا بغيت سوفغاردي هو المفروض نسوفغاردي كاع لي زابليكاسيون. غادي نشوفوا، غادي نجربوا، غادي نسوفغارديو. انا عندي سوفغارد اخرى فيها كاع لي زابليكاسيون. شوفوا هذه، لان هذه عاود اللي خصنا نردوا له البال، هذه راه غادي تمحي الاخرى، هادي غادي تاكرازي الاخرى. طبعا انا كنتعامل مع هاد لا سوفغارد في الايتونز 12، ما عرفتش المستجدات في النسخ السابقه لا سوفغارد ريسونت كتافاسي وتاكرازي الاخر لي سوفغارد بريسيدونت اللي قبلها. الور هنا غادي نتوكل على الله وندير واه نسوفغاردي لي زابليكاسيون. يلا ها هو على بركة الله. إذن هذا ميساج ديرور لا سيسيون دو نجهلو. دير ما قدرش يتزوف كاردا. غادي نشرح لكم علاش. هنا انا في الباراميتراج، اخر باراميتراج كنت درتو، لان لا سوفغارد مزيان كيعجبني وقعوا هاد لي ميساج ديرور، هو نبهني لواحد المساله لابد ما نشير لكم ليها. انا سوفغارد ما كنبقاش كل مره ندير سوفغارد، كندير سوفغارد ونخبعها، في حين ان السنكرونيزاسيون نقدر نديرها عده مرات. وغادي نهضروا على السنكرونيزاسيون شنو هي، بمعنى نقل المعطيات من والى باختصار. هاد نقل المعطيات من والى الا بقيت كل مره ندخل فيها حتى لي زابليكاسيون كتشد لي الوقت بزاف. كان كوشي واحد لاكاز اللي هي انني بغيت نسانكرونيزي غير الملتي ميديا او شيء من هاد القبيل، نسانكرونيزي غير الفيديو والاوديو باش ما يسانكرونيزيش كل مره حتى لي زابليكاسيون. ما ترتبع عن هاد لاكازا كوشي هو انه ما قدرش يدير هاد لا سوفغارد لي زابليكاسيون، لان انا راني مانعو في داك الباراميتراج اللي غادي نوصلوا له من بعد. والا لو كان ما رانيش مانعو فمن تكليكي وسوفغاردي او داني سانكرونيزي نوليو ما عليكم الا تكليكي والسوفغاردي ماتنو، غادي نوصل معكم في هذا الباراميتراج حتى نلقاو هذيك لاكاز اللي قلت لكم عليها. اذا هنا الا بغينا نسوفغارديو وخصنا نسوفغارديو، ديما تكون عندنا واحد لا سوفغارد نسخه احتياطيه لعده دواعي، الا غيرنا الجهاز الى وهاد النسخه الاحتياطيه بين قوسين نديروها من نكونوا راضيين على الجهاز ديالنا، يعني فيه لي كونتاكت مرتبين مصاوبين لي زابليكاسيون زولنا منه المسائل الزائده الى اخره، نديروا سوفغارد ونخليوها باش الى محينا شي حاجه، غلطنا ومحينا لي كونتاكت، محينا شي صوره، بدلنا الجهاز الى اخره، كنرجعوا نديروا ريستوراسيون اللي غادي نهضروا عليها من بعد. نكملوا من بعد بوطون سوفغارد مانتنو. الور هادي ريستوري لا سوفغارد، هادي اللي قلت لكم ناجلوا قبل الحديث عليها. هادي العكس ديال او هادي مرتبطه بالاولى. انا درت سوفغارد راها عندي في الايتونز ديالي وانا مطمئن
واحد النهار الايفون ديالي ما عجبنيش، وقع فيه مشكل، بدلته، درت ميزاجور جديده، عندي مشكل كيفما كان نوعه، عدلت داك المشكل، ولكن بقاو لي شي مشاكل اخرى جانبيه، محيت شي كونتاكت بالغلط ولا الى اخره، كان نرجع وندير ريستوري لا سوفغارد. ولكن هنا هاد ريستوري لا سوفغارد كتعطينا انواع ديال لا ريستوراسيون. شوفوا اختيارات عندنا هنا، طبعا منطقي ما غاديش تريستوري لو بروغرام انترن دو الايفون، بمعنى باش ما يجيش شي واحد يكون دار المعطيات ديالو باليوسات، دار عنده اليوسات وعنده دي زابليكاسيون، عنده دي فوتو، عنده ابل بالنسبه ليها فاتت اليوسويت، من بعد شهر ما دار هو هاد السيد هاد لا سوفغارد، وهو ما بغاش يفوت اليوسويت وجاي يدير سوفغارد هاد المستعمل ديال الايفون، وتعجب كيفاش انا درت سوفغارد ومشالي اليوسويت. فابل واخا دير انت هاد لا سوفغارد في نسخه سابقه كتعطيك دائما النسخه الحديثه، لان حتى هاد لا سوفغارد واخا ديرها انطلاقا من البيسي عندها علاقه بابل، بمعنى ما تعطيكش دائما ابل في العمليات ديال ايتونز بالطرق القانونيه، اقول بالطرق الليغال، تردك اليوس الاخر اليوس. اذا هنا علاش عطاني ايفون ديال المهدي؟ بمعنى نقدر هنا عندي بزاف ديال لي زايفون برونشيتهم ودرت لهم سوفغارد ديالي، ديال ولدي، ديال الزوجه ديالي الى اخره. هنا غادي تجي واحد لا ليست فيها لي زايفون، انا عندي هنا ايفون ديال المهدي صافي، عندي غير واحد، ولكن الا كانوا جوج نهبط بالسهم وغادي نسمع ايفون دو فلان ايفون دو فلان وندير سوفغاردي ريستوري، عفوا دابا لان رحنا في ريستوري، ندير ريستوري ابارتير دو لايفون دو فلان ماشي المهدي مثلا، وهنا غادي يتريستورا، غادي نكون بصح خصني نكون عاطيه الايفون الاخر، لانه هو عاود الى لاحظ تباين في الاجهزه احتمال يطلب لي المود باس، لان ما يمكنش انا لي زابليكاسيون ديالي راه كونفيدونسيال. تنبيه اتشعب في الحديث ولكن الله غالب ما عندي ما ندير، لان ضروري هاد المسائل يعرفوها الاخوه. ما يمكنش مثلا انا عجبوني زابليكاسيون ديال واحد الايفون نبرونشي هنا وندير ريستوري ابارتير دو لايفون دو فلان هذاك اللي عجبني، وانا نبرونشي الايفون ديالي الايتونز غادي يلاحظ باللي هذوك لي زابليكاسيون ماشي لي ميم، ما غاديش يدوزهم، والا في احسن الحالات غادي يقول لك تكونيكتا. وهنا نرجعوا للحديث على لي زوبسيون اللي نستافدوا منها بالكونيكسيون، اللي ما نستافدوش منها، اللي نستافدوا منها حتى نتكونيكتاو، واللي نقدروا نستافدوا منها واخا ما نتكونيكتاوش بليدونتيفيون ابل. فهنا الا كان ديالك داك الايفون ولا واخا ماشي ديالك، مشيت تريستوري ابارتير من واحد الايفون، ولكن داك الايفون نفسه هو اللي راك مبرونشيه. انا عندي ثلاثة ديال الايفونات في الدار، خصني كل ما نبغي ريستوري شي ايفون هو اللي نبرونشيه وهو اللي نختاره في هاد لا ليست. هذا هو الخلاصة. وندير هنا ريستوري، نكليكي ريستوري. ما نبغيش ندخل انا دابا عندي الايفون، دابا ما بغيتش ندير له شي ريستوراسيون، ولكن اثناء لا ريستوراسيون كاين اختيارات لابد من نوضح احبابي الكرام اخوتي الكرام، كاين لي ريستوراسيون لا ريستوراسيون ابارتير ديال لي دوني اللي عندك في البيسي ابارتير دين سوفغارد، هكا كيسميها ايتونز، ريستوراسيون ابارتير داي كلاود، قبيله هضرنا على كيفاش نسوفغاردي في الاي كلاود، دابا تقدر الى كنت سوفغارديت في الاي كلاود منطقيا غادي تريستوري انطلاقا من الاي كلاود. ثم واحد لا ريستوراسيون كتسميها ابل اعتقد بار ديفو او ريستوراسيون اوزين، ما يهمش، مهم نفس هذا الاختيار الثالث، هذه ترد الايفون كما خرج من لا ميزون ابل، ايفون ولا الايباد. هذه تنفع اولا الى شريت شي ايفون بون اوكازيون، لا حصلت على شي ايفون ماشي ديالي وبغيت نخويه كامل، ما نبقاش نخوي مانيالمون، نخوي لي كونتاكت، نزول
يعني لي كونتاكت بوحدهم، يعني كل حاجه احذفها على حده، هذه عمليه مرهقه. اذا كان ندخله هنا وندير له ريستوراسيون بار ديفو، وهو في النهايه غادي يعطيني في هذا الاختيار الثالث، الاختيارين السابقين واضحين، غادي يقوم ديك لا ريستوراسيون حتى النهايه، سواء كانت من البي سي ولا من اي كلاود. طبعا في اي كلاود غادي يطلب لك تكونيكتا بليدونتيفيون اي كلاود ديالك. في هذا الاختيار الثالث اللي هو ريستوراسيون بار ديفون، بعد ما يريستوري راه ما غادي يشيرو ديماري حتى يوصل لواحد المرحله يطرح عليك سؤال يقول لك دابا الريستوراسيون شارفت على النهايه، واش عندك شي سوفغارد في ايتونز ولا في البي سي ديالك، بغيت ريستوري لك الايفون ابارتير دو سيت سوفغارد، يعني راني خويت لك الايفون ورديته. طبعا اتحدث دائما حسب النسخ السابقه، هذه العمليات كلها ما درتهاش، ولكن لا تتغير، وان تغيرت تتغير بشكل يعني سطحي. اذا هنا انت عندك الخيار، عندك شي ريستوراسيون ديالك ديال داك الايفون وعاجبك، وانت انما درت لا ريستوراسيون بار ديفو مثلا شي خالها ولا نصحوك بها، بحال لاميليوراسيون مثلا ديال لوطونومي ديال الباتري، كينصحوا في كثير من المواقع انك دير ريستوراسيون بار ديفو، لا اولا دير سوفغارد ديال المعطيات ديالك ديال الايفون، وتمشي دير ريستوراسيون بار ديفو، تخوي كاع الايفون وتدير عاود ريستوراسيون، يعني في النهايه ديال ريستوراسيون بار ديفو تطلب من الايتونز باش يريستوري لك الايفون ابارتير دو لا سوفغارد ديالك اللي راك محتفظ بها في الاي كلاود ولا في الايتونز. اذا هادو هما الانواع ديال لي سوفغارد. هو كيقول لي ديرنيير سوفغارد، طبعا هذه الا بغيت تشيفري لا سوفغارد ديال الايفون، الا ما عندكش الثقه في مستعملي البي سي ديالك تكون مشيفريه، تكون محميه مكريبتيه. الور انا بالنسبه ليا البرومي ديسمبر راه عندي هنا واحد لا سوفغارد من البرومي ديسمبر 2014. طبعا كيقول لي هنايا الا بغيت دير شي سوفغارد جديده راه غادي تستوكا في هذا الاورديناتور. طبعا كاع لي مود باس كاملين بجميع انواعهم غادي تسوفغارداو. هذه كتدخلها ابل في حمايه الخصوصيه باش تكون على بال. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.